قطر بقى من ساعات والقصة دي قلب الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقف سياسية والدول اللي أشار ليها أمير تميم في تصريحاته. صحيح التصريحات دي اتقال أنه لا والله أنا ما قلتش في موقع الوكالة الرسمية للأنباء القطرية تم اختراقها، لكن خلونا الأول نبتدي بأصل الموضوع وأصل الحكاية. الأمير تميم أمير قطر اتكلم عن حاجات كتيرة قوي، والكلام طبعا من ليه، وبرضه لسه هنتكلم على النفي ونشوف النفي ده لأي مدى ليه أساس من الصحة من عدمه. اتكلم عن جماعة الإخوان، وطبعا احنا عارفين موقفه من جماعة الإخوان ودعمه للإخوان، وهو يعني بيقوي هذه الجماعة ومتبنيها والمنابر طبعا الإعلامية وما إلى آخره. لكن كمان اتكلم عن علاقته مع إسرائيل وقال إن احنا على تواصل مستمر. اتكلم عن طبيعة علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعارفين إن كان في توتر برضه من ساعة القمة الإسلامية الأمريكية، وقال ان حالة التوتر دي مش هتطول. برضو اتكلم عن ايران، ودي في حد ذاتها بقى هي اللي قلبت الدنيا على امير تميم من قبل دول الخليج، لان احنا شفنا طبعا في القمه الموقف السعودي وموقف الامريكي، والكلام طبعا عن ان ايران دي راس الحربه وهي الاساس في الارهاب، ولازم يكون في تعامل ولازم يكون في تصدي للخطر الايراني. فقال انه ايران دوله لها ثقلها، قوة إقليمية كبيرة ومهمة، ما نقدرش إن احنا نغفلها ولا نتجاهلها، وقال إن احنا على تعاون وعلاقتنا قوية جدا بإيران وفي نفس الوقت بالولايات المتحدة الأمريكية. اتكلم عن عدة الدول، اتكلم عن الإمارات، عن السعودية، عن البحرين، بطبيعة الحال طبعا مصر، وقال انه الدول دي بتهاجم قطر، متآمرة على قطر، وانه لازم تراجع نفسها وفي مؤامرة علينا، وكان في حديث عن سحب السفراء وما الى اخره. برضو اتكلم عن، واحنا بنتكلم برضو عن جماعة الاخوان، نتكلم على برضو الناحية دي كلها. اتكلم عن حماس وقال انها طبعا الممثل الشرعي والمقاومه، واتكلم كمان عن حزب الله، وقال احنا يعني ما بنصنفش الجماعات ك يعني متطرفه او ما الى اخره او ليها مرجعيه اسلاميه زي ما دول تانية بتعمل. كلام كتير بقى جدا، والكلام ده اتنشر على الموقع الرسمي لوكاله الانباء القطريه. قالوا ان الموقع ده تم اختراقه، لكن بقى اللي يخلينا نشك في الموضوع ان كلامه اتنشر منه مقتطفات واتذاع على شريط الاخبار على التلفزيون الرسمي لدوله قطر. الكلام ده كله برضه عمل دلوقتي ضجه، وحتى وزير الخارجيه القطري طلع ما نفاش بقى كل الكلام، نفى بس الشق الخاص بسحب السفراء، لكن ما جاش ناحيه باقي الكلام اللي قاله امير قطر. ولا امير قطر بدوره طلع وضح نفى اي حاجه، في حاله من الصمت الرهيب والمريب. النفي بس زي ما بقول لكم كده، انه والله الوكاله دي تم اختراقها وبس. على كل الاحوال احنا معانا تقرير هنشوف اصل الموضوع مع حضراتكم، لكن قبل ما ننسى برضو، بعد تصريحات امير تميم، المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات حجبت موقع الجزيرة، قناة الجزيرة الأول، وكل المواقع التابعة لقناة الجزيرة على شبكة الإنترنت. وفي كده زي رسالة بتقول عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام. ده النص أو الرسالة اللي ظهرت في المملكة العربية السعودية. أي حد يعني يحاول يدخل على موقع الجزيرة هيلاقي في السعودية هيلاقي النص ده.